حكينا الجمعة اللي فاتت على ظاهرة التنمر نتفكروا حليمة وعبد الرحمن. المرة هذية يظهر لي العالم أجمع أحكي عليها الحالة هذية، وهي حارسة المرمى متاع المنتخب الكروي النسائي الإيراني. كما قاعدين تشوفوا هجمة متاع تنمر وسخرية واستهزاء كبيرة، على خاطر شكوا فيها اللي هي راجل، باعتبار انها يظهر لي ما تتمشاش والمقاييس اللي المقاييس كل حطها الانسان بالنسبه للجمال. دونك شافوها اللي هي تشبه الراجل واتهموها، اتهموا الفريق الايراني بالتحيل كانهم اردني. هو اللي هو شوف شوف الحقيقه راهو خرجوا اشاعات والعباد تبعت، وصعيب ياسر تعرف صحيح والغلط، انه الفريق الايراني بويسك هكا يلبسوهم الدنيا حطوا راجل وكي تو با فيريفي هذه زاد خرجت. لا ما نتصورش انا هي معناها ومن بعد فيفا تاكدت اللي هي امراه، مي من الاول خرجت اشاعات اللي هما حاطين راجل، وفما برشا وفهبطت مساندات في ايران لها، لكن فما عباد برشا تنمروا عليها وقعدوا بعد حتى كيعرفوا هي امراه. سامحني، مباريات في المستوى هذايا ما ثبتوش معناها من الاول اسكو امراه ولا راجل. في فستير وتخدم من تلعب مع ايكيب نسائيه في ايران، معناها مش هذا الموضوع، الموضوع هو التنمر. برشا معناها تنمروا عليها على اساس انها تشبه الراجل وخرجوا عليها، وصلوا حتى معناها تنحى الحجاب نتاعها شويه، وصلت قالت على خاطرني مانيش جميله مانيش مزيانه هذاك علاش قاعدين يتنمروا عليا. توجع هي الحكايه، توجع على الاخر، سيغتو اللي نشوفوا سيغتو نساء، علاش مثلا ما نتنمروش على الرجال في حاجات كيما هكا، ولو انه حتى الرجال راهو زاده ساعات هكا يصادف انه يتنمروا عليهم، تلقاه مثلا راجل يبدا هكا كلاس ولا حد وحد روحه فين اكثر من اللازم يبدا فوالا يولي بيه وعليه فوالا. في السبور صاروا برشا هكاك، سورتو لي فام كي يعملوا دي بيرفورمانس في لي جوز اولمبيك. زاده وحده ظهر لي وقتها من بلد افريقي نسيت البلد، اما جات الاولى وتجري برشا دونك شكوا. اما الحاجه الباهي هي عملت شكيت بالاردن وطالبه من 1 مليون دولار تعويضات وتنجم ان شاء الله يعوضوا لها. علاش ليه؟